شيء منذ دم وقلت لي بدي اراجع عنه. احنا نقدر نتعلم هلا حتى الان نفس الشيء طارق ترى من حقه انه هو يتكلم ويجدد ويشد نظر ويعترض ويناقش شيء يحصل تعلم. التعلم يحصل احيانا بالغرابه مشان الغرابات يعني قبل شوي لما قلنا نقوم صح اوراق الاخرين شعرنا بنفسنا جدا نشيطين جدا يلا نقوم صح اوراق. هذا نوع من الغرابه يخلي الطالب يحتفظ بالعلوم عنده اكثر. في شيء في المسرح يسمونه الافيه. يعني ايش الافيه؟ الافيه خروج عن النص. يعني اذا خرجت عن النص اي خروج عن النص في الحصه يخلي الناس ثانيه يتذكروا المعلومات اللي موجوده في الحصه اكثر. ايضا السؤال الثاني، السؤال الثاني هي الحكمه. هل ادركنا بعد كل شيء قلناه من الاول ان نحتاج نقول ان مقرراتنا جيده وعلمنا جيد طالبنا جيد بس يبغى لنا نطور اساليبنا؟ يعني التركيز الان على تغيير الاسلوب مش تغيير اشخاص، هي تغيير المنهجيه والطريقه والاسلوب اللي نستخدمه. لذلك عندي طلب، اريد بعد الصلاه بعد الصلاه كل مجموعه يحضروا معهم مقرر دراسه. راح نشتغل من اليوم حتى يوم الخميس على مقرر دراسه. كنت خصصته يعني يوم الاربعاء هي من الأربعاء على المقرر الدراسي، يعني نفس الأبعاد، بعد الصلاة راح نجيب المقرر، راح ناخذ أول تمرين، أول تمرين تحليل المحتوى، كيف نحول المقرر إلى وحدات؟ هذا أول تمرين عندنا اليوم، ثم بعد ذلك كيف نكتب الهدف العام للمقرر؟ وهذا متى يحصل مع المعلم؟ هذا المفروض يسويه المعلم قبل بداية السنة، الأسبوع اللي قبل الدراسة، المفروض المعلم جاب المقرر، طلع على المقرر، قام بتحويل المقرر إلى وحدات، والوحدات حولها المقرر إلى دروس، والدروس حولها إلى أنشطة، والأنشطة حولها إلى دكتورات والطلبات، وبناء عليه حط الصورة العامة، مش صورة تفصيلية، الصورة من؟ العامة، فيبني المعلم من خلال شيء يسميه الإطار المنطقي، يبني الإطار المنطقي العام عن المقرر. أين المشكلة؟ المشكلة ما يصير معي صاحبنا أخونا المعلم يمشي بتدافع، كيف تدافع؟ في نفس اليوم اللي يشرح فيه الدرس المعلم يكتشف الدرس والطلاب يكتشفون الدرس. يعني بمعنى كان زمان عندنا في شيء اسمه التحضير الكتابي، تذكرون؟ كان شيء جميل. كنا نحضر ذهنيا ونقرا قبل انتهاء السنه، اليوم في تحضير الكتروني. بنروح المكتبه بنشتري على السي دي ونجيبه وصار التحضير عندنا موجود والجلسه يحصل ما فيش تحضير ديني. فصار صحيح المعلم احيانا بعض المعلمين هو بنفسه جالس يكتشف الدرس. هو غير عارف الوحدات الموجوده وترابط الوحدات وتماسكها بالكامل. بعد الصلاة عندي تمرين اسمه تمرين القطار المنطقي. كيف تستطيع أن تقوم في عملية تحليل محتوى المقرر دون الخوف تفاصيل كل درس، دون الخوف تفاصيل كل وحدة، لكن بشكل عام هذا الدرس ايش المحتويات اللي فيه؟ ايش المفروض مخرجات التعلم تطلع منه؟ هذا الموضوع ان شاء الله سيكون بعد الصلاة. اذا بنتوقف بعد الصلاة، الصلاة يعني عندنا 20 دقيقة للصلاة ونعود بعدها ان شاء الله. شكرا لكم.